أهلا بكم مجددا مع قناة المنسي تيوب. لعبة صيد الأسماك لعبة حقيقية أو شبه واقعية، والآن نرمي السنارة، نبقى نحرك الخيط حتى يظن السمك أنها سمكة حقيقية، أن الطعم سمكة حقيقية. اسحب اسحب اسحب، ننتظر قليلا، نسحب 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 اسحب اسحب. اوه تحرك الطعم، اوه علقت سمكة، يا سلام، رائع رائع. نسحب الخيط نسحب الخيط، نسحب نسحب نسحب، اسحب اسرع 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 اسرع. اوه تمام، جيد جيد جيد. نرفع القصبة، والآية يا رائع، أوه إنها كبيرة، رائع. نبيعها، نرمي السنارة، نجرب حظنا مرة أخرى. أوه مسافة بعيدة، 100 فيت تقريبا، نفس ما كنا نفعل بالأول. نسحب نسحب الخيط ليظن السمك بأن الطعم سمكة حقيقية. نسحب نسحب أسرع أسرع أسرع. أوه رائع رائع. أسحب أسحب أسحب، أسرع أسرع أسرع. جميل جميل. إنها تقاوم، أو لا بد أنها ضخمة. أسحب أسحب أسحب، أيوة أيوة، أسحب أسحب، أيوة. يا سلام، اقتربت اقتربت. أسحب أسحب أسحب، رائع رائع رائع. وإنها تقاوم، إنها ضخمة، يا سلام، نبيعها. السمكة الثانية، حظ رائع، 100، بعناها ب100، سمينة. نجرب حظنا مرة أخرى من مسافة أبعد، 131 فيت، رائع. نسحب نسحب الخيط، نسحب نسحب بهدوء بهدوء المرة. أين الأسماك؟ أوه علقت سمكة علقت سمكة، رائع رائع، علقت سمكة، رائع رائع. اسحب 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 اسحب، أوه اقتربت، أيوه جميل جميل. أوه إنها صغيرة لكن جيدة. السمكة الثالثة، يا سلام، نرمي نجرب مرة أخرى، مسافة ليست بعيدة، 100 فيت، جيد. الأسماك الكبيرة على عمق أكبر، جيد جيد. نسحب نسحب كالعادة، نسحب ليظن السمك بأن الطعم سمكة حقيقية صغيرة. اسحب اسحب، ممتاز ممتاز. اسحب اسحب، أوه لا يوجد سمك، غريب. اسحب اسحب نسحب الخيط. السمك الكبير يحتاج إلى سنارة مطورة أكثر وخيط سميك. نسحب 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 نسحب، نسحب نسحب. لم نصد شيئا. أوه علقت سمكة، ما الذي علق؟ سمكة صغيرة لكن جيدة. السمكة الرابعة، يا سلام، حظ جميل، امتلأت سلة الأسماك. نجرب مرة أخرى، المرة لمسافة 100 فيت، أوه مسافة جيدة، لابد أنها سمكة ضخمة التي سنصطادها، رائع رائع. أنصحكم بتجريب هذه اللعبة على الإكس بوكس S1، لعبة جميلة، تقضية أوقات الفراغ في صيد السمك، أوه شيء رائع. وهي لعبة مجانية، أفضل شيء إنها مجانية. اسحب 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 اسحب،
وهي متوفرة أيضا على الكمبيوتر بي سي جيمز أو إكس بوكس جيمز أو حتى على البلاي ستيشن. لعبة جميلة ورائعة لهواة صيد الأسماك، كأنك في البحر. أوه، علقت سمكة، اسحب اسحب اسحب، لا فلتت. سنجرب مرة أخرى، مسافة بعيدة أيضا. نسحب الخيط لعلنا نصطادها مرة أخرى، اسحب اسحب، نعم نعم. الأشجار جميلة والنهر رائع، جرافيك جيد جدا وتصميم رائع للعبة. اسحب 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 خيطك، اسحب اسحب. انتظار سمكة، يا أسماك أين أنتم؟ اسحب اسحب. أوه سمكة، يبدو أنها صغيرة. أوه صغيرة جدا، لا يهم، ولكنها سمكة. نغير التوقيت لأن الأسماك الكبيرة تظهر في الليل، الأسماك المتوحشة الضخمة تظهر في الليل. سنصطاد في الليل تجربة، يمكن أن نصطاد سمكة أكبر. سنقوم بتحديث الصنارة من حيث الخيط والإبرة ونوع الطعم، والآن نجرب عند المغيب. لابد أن الأسماك الكبيرة تأتي عند المغيب. نرمي الصنارة، يبدو أن هناك صياد بجانبي، أخاف أن تتشابك الخيوط. لقد سحب خيطه، أحسنت يا صديق. نسحب الخيط، نسحب الخيط، ننتظر الصيد، نسحب الخيط. هيا يا أسماك إلى السلة، اسحب اسحب. يا أسماك أين أنتم؟ اسحب اسحب اسحب. اقترب الخيط ولم نصطاد شيء، اسحب اسحب. غريب، لا صيد. اسحب اسحب اسحب. فارغة، لا يهم، نجرب مرة أخرى في مكان آخر. نذهب إلى الجهة المقابلة ونرفع السنارة للمسافة القوية. 105 فيت، يمكن أن نصطاد سمكة هناك على الضفة المقابلة. نحرك الخيط بالسحب بطيء وسريع، نبدل بين بطيء وسريع لكي يبدو الطعم أنه يتحرك. نسحب اسحب. لماذا علقت السنارة؟ اسحب اسحب. يبدو أن السمك نائم. سنارة، اسحب اسحب اسحب. اسحب اسحب. أين الأسماك؟ غريب، يمكن أن يكون الطعم غير مناسب للأسماك الموجودة. اسحب 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 اسحب. لم نصطاد شيء، نجرب مرة أخرى، مسافة أبعد وجهة أبعد. نسحب، نجرب سحب، نسحب نسحب نسحب. سأذهب للصيد في النهار.